طيب عشان نكمل هذه القصة أو هذا الملف، البرلمان طلب من هيئة البريد إصدار طابع تذكاري يخلد هذه الذكرى، ذكرى مرور 150 عام على إنشاء البرلمان في مصر. تقرير، ومن التقرير إلى الفاصل، وبعد الفاصل نكمل مقدمتنا الإخبارية في الحياة اليوم. 150 عاما مرت على الممارسة النيابية في مصر. بهذه المناسبة دشن رئيس البرلمان ووزير الاتصالات طابعا للبريد خلال مؤتمر صحفي بالبرلمان. الطابع يحمل في مضمونه أصالة البرلمان المصرية، ويستعد البرلمان أيضا لاحتفال كبير في شرم الشيخ بحضور أكثر من 35 برلمانا آخرين، بعضهم تعلم وما زال من الممارسة النيابية في مصر. النهاردة بعد 150 سنة من الحياة البرلمانية الديمقراطية في مصر ندشن طابع بريد تذكاري خاص ب 150 عاما على البرلمان المصري. هيئة البريد ألمحت إلى أن لجنة الطوابع الرئيسية بالهيئة قررت إصدار مجلد يشمل إصدار أول يوم لتاريخ البرلمان وصور لقاعة البرلمان من الداخل. هذا الطابع هيكون طابع تاريخي لأني مدون عليه إنشاء البرلمان المصري، وبالتالي هيتخذ كتذكار لهذه لهذا الصرح العظيم، وهذا التذكار ستتناقله الأجيال على ممر العصور القادمة إن شاء الله. الحياة النيابية في مصر حافلة بلا شك، فهذا المتحف داخل البرلمان سجل صورا مختلفة منها منذ ترأسه راغب باشا في أكتوبر عام 1866، وكان وقتها يتم انتخاب النواب بالانتخاب من العمد وأعيان المدريات، وعرفت مصر أول برلمان شعبي عام 1924 بعد الدستور برئاسة سعد باشا زغلول، بينما سجلت مناقشات ومعارك النواب بالقاعة الرئيسية ترسانة القوانين وأدبيات الرقابة إلى يومنا هذا. الاحتفال بمرور 150 عاما على الحياة البرلمانية المصرية بطابع بريد يخلد هذه الذكرى، ولا شك أن قاعة كهذا للبرلمان تشهد منذ أن كان مجلسا لشورى النواب على نضالات للحرية والعدالة والاستقلال والنهضة المصرية. محمد مبروك، الحياة اليوم.